أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. الأمم المتحدة تقول إن الوضع الإنساني في منطقة إدلب يتدهور بسرعة عقب الهجمات التي شنتها قوات الأسد وروسيا على المنطقة والتي أثرت بشكل مباشر على قطاعات التعليم والصحة والغذاء. قوات الأسد تستهدف بقذائف المدفعية بلدتي الوساطة والقصر غربي حلب ومعارة النعسان بريف إدلب الشرقي وفق مراسل حلب اليوم. قوات العشائر العربية تستهدف نقطة عسكرية لقسد في بلدة أبو حردوب شرق دير الزور وفق شبكة نهر ميديا المحلية. مظاهرات مستمرة في السويداء لليوم 63 على التوالي تنادي بإسقاط الأسد ونظامه وتحقيق تغيير سياسي حقيقي في البلاد. وحدة جرائم الحرب الفرنسية تصدر مذكرات توقيف دولية بحق 4 من كبار الضباط لدى سلطة الأسد بينهم وزيرا دفاع سابقان بتهمة التواطؤ في جرائم حرب. وزارة الصحة بغزة تدعو جميع المواطنين للتوجه الفوري لكافة المستشفيات في القطاع للتبرع بالدم جراء تزايد أعداد الإصابات بسبب القصف الإسرائيلي المستمر.